لإنارة المنزل ذو التصميم المعماري الإسلامي، دعنا نرشدك لشراء حل الإنارة المثالي. على سبيل المثال، دعونا نعزز جمال إضاءة هذه الغرفة. بالنسبة للإضاءة العامة في غرفة النوم، نوصي باستخدام مصابيح الإسبوت لايت، وهي إضاءة تمتاز لضوء موحد، كما أن هذه الإضاءة مريحة بالنسبة للعين. بالنسبة للإضاءة المخفية والإضاءة غير المباشرة في غرفة النوم، نوصي باستخدام شرائط الإضاءة، وهي إضاءة ممتازة للإضاءة المخفية. بالنسبة للإضاءة غير المباشرة ذو التصميم المعماري الإسلامي، نوصي باستخدام شريط الإضاءة مع غطاء النيون فليكس، حيث يتمتع غطاء النيون فليكس حيث يمكن تمديده والتحكم فيه حسب الأشكال المختلفة. بالنسبة لإضاءة المرآة، نوصي باستخدام شريط الإضاءة، حيث يمكن استخدام شريط الإضاءة أسفل المرآة لإضاءة المرآة بشكل جيد. هنالك الكثير من الأشياء التي يجب وضعها في الاعتبار عند اختيار تركيبات الإضاءة المختلفة بالنسبة للمنزل أو الغرفة. كمثال، يجب الانتباه إلى ارتفاع السقف والتصميم العام بالنسبة للمنزل ومساحة المنزل أو الغرفة.